طيب المفروض بقى دلوقتي هنعمل ايه سوا؟ هنعمل أكلة مريحة. ايه ده بجد؟ طب يلا بينا بسرعة. هنعمل عصير الموز باللبن مع بذور الشيا. حلو جدا. هنعمل ايه؟ يلا ناخد الموز ونفتح الخلاط ونحطه فيه. يلا بينا. ايه يا رنوس؟ لا هو احنا محتاجين نلف الغطا من فوق شويه. لا لا الغطا نفسه. ايوه كده شطوره يا رنوشه. فتحته. حلو. حط الموز. هنحط الموز ونحط الكاكاو عشان انا عايزه يبقى فيه طعم الشوكولاته. حاضر. بما ان عندنا بقى كوكيز شوكولاته كمان. كده احنا عملنا حاجات كتير قوي فيها شوكولاته. ايوه بس احنا حاطين كاكاو دارك. ايوه. وبعد كده هنحط ايه؟ اللبن ولا بذور الشيا؟ حطي اللي انت عايزاه. انا هحط اللبن. طب يلا حطي اللبن. بسم الله. بسم الله. شطوره. لا حطيه كل مره واحده عشان ما يقعش. شكرا. طب يلا بقى نمسح بمنديل اللي احنا وقع مننا ده. بمنديل. شطوره جدا يا رنوش والله ونظيفه وجميله. يلا نحط بذور الشيا بسرعه. دي بذور الشيا. يا سلام. اه صحيح احنا نسينا نقول لاصحابنا ان احنا نقعنا بذور الشيا في ميه لحد ما عملت كده ماده جيلاتينيه. ايوه يا اصحاب. طب يلا بينا نضرب المكونات دي كده. هنحاول نحط الغطا في نفس المدخل بتاعه اللي بندخله فيه. هو ليه مدخل من الجنب كده هنا. لا اهو خلاص قفلته. يلا طب يلا بينا نشغل الخلاط. فين؟ في ورا 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 اهو. ايوه نلف الخلاط يا ماما. شطوره يا رنوش. احنا نسينا حاجه مهمه. ايه؟ اطلعي هاتي يلا من بره اوام كوبايه تقديم. حاضر يا فرفوشة. ومعاها اي حاجه ممكن نرشها زي الشوكولاته والامنمز والحاجات الحلوه اللي عندك بره دي. شطوره يا رنوش. انتوا عارفين يا اصحابي ان بذور الشيا مهمه جدا لجسمنا ومليانه بعناصر كتير غذائيه. ده قبل يعني مرانا تيجي هي والكوبايه والامنمز اللي هتجيبهم لي. انا جيت. اهلا اهلا. اوعدكم يا اصحابي في يوم هقول لكم فوائد بذور الشيا. انا جبت الايمن ام وكمان جبت. طب يلا نحط السموذي بتاعنا بقى في الكوبايه. يلا بينا. في اصحابنا بيحبوا ان هم يحلوه بالعسل واصحاب بيحبوا يحلوه بالسكر. احنا هنحليه ان شاء الله لما اصحابنا يجوا. وفي اصحاب ما بيحبوش يحطوا له سكر ولا عسل. فاحنا لازم نسال اصحابنا الاول يحبوا يشربوه ازاي. صح كده يا رنوش؟ صح يا فرفوش. انتي عارفه الموز ليه فوائد حلوه قوي عشان غني بالمغنيسيوم وبيدينا طاقه. انا بحب الموز قوي. وانا كمان جدا. والسموزي ده شكله حلو قوي. كده كفايه ولا؟ شكرا يا رنوش. خلاص كفايه. ابعدي الخلاط خليه ناحيتي شويه كده. ناحيتي شويه صغننين. نعم احطه هنا. ايوه كده. ونحط بقى الانمنمز من فوق على الكوبايه. ثانية. شكرا يا رنوشة دي جميلة. نحط بقى الامن ام. نزلت تحت. ايوه انا بحبها وهي جوه اصلا. انت عارفة وانت بتشربي حاجة وتلاقي كده حبيبات صغننة جواها. ايوه طعمها بيبقى حلو قوي. ماشي يلا بقى نقدم الطبق لقدام شوية جنب. نقدم الكوباية قدام شوية جنب الطبق بتاعنا. ونقدم الطبق بتاعنا لقدام شويه. يا سلام حاجه حلوه قوي. شبكه المجد القنوات الامنه للاسره.